جوفاني نعمي بالفعل بصوته. لأنه لنا في كل حين أيتها البيضاء، من ذا يكون بلا خطيئة وقد ارتدى الطين والأحقاد وأكل من الثمرة المحرمة وصار ملعونا خارج الملكوت؟ أرجع إليك وأتوب وأصير ناسكا في لحظة واحدة وأصغي إلى طيور الجنة ولا أظمأ ولا أنأى ولا يكون لي طعام ونصير معا. ولا أعود أطلب شيئا ولا أعود أطلب شيئا. الزعازع والمهاوي من أتباعك وتكون كخواتم الزمرد بين يديك. عائد إليك، عائد إليك لأنام، لأنام وأستريح. ثم أنك توقظينني وتقولين طلع الفجر علينا، طلع الفجر علينا.